تبرعنا بما يقارب 10,000 بيوم واحد من الحملة، بسبب أنه إحنا من 7 أكتوبر وحالنا تغير، إحنا في حالة حداد، مش الآن وقت ملت ذات الحياة. دائما أقول أنه القدس قلب العالم الإسلامي النابض ومهو أفئدة المؤمنين، وتبرعنا لليوم لنصرة الإسلام ولرفع راية الإسلام إن شاء الله. تبرعنا مش إنه تفضيل منا أو صدقة، بل هو واجب علينا، فالجهاد واجب علينا. عهداً من الأردن قسماً لن نترككم.